السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم عندنا واحد الكتاب إن شاء الله اللي غنقدمه لكم، اللي هو فريد من النوع ديالو، اللي غتلاحظوه في هاد لي باج ديالو، وهي أن أوكي ماشي هكا، هو أن هاد الكتاب كيهضر بزاف. هو أصلا داير واحد دي سي، داير واحد لابوراتوار اللي هو كيخدم بالتبن، لي بلوك ديال التبن. اش كيدير بهم؟ كيدير بهم الحيوطه، كيدير بهم الحيوطه باش علاج لقاو فيهم بزاف ديال المزايا. اولا كي الحراره، اصلا كيخليو الحراره الداخل ديال الدار مقاده في الشتاء مزيانه. داروا عليهم بزاف على حساب الحرائق، او ان في الساعه الاخماد ديال الحرائق في هذوك لي بلوك ديال التبن، انهم يديروا لهم تحطهم ماشي بالاسمنت ولكن بواحد الطبقه رقيقه من الاسمنت كما كنسميو حنا التحراش. داروا عليه بزاف ديال الحساب، لقاو انه مزيان بزاف للضيور، كيحافظ على الانرجي، كيحافظ على الطاقه، كيحافظ على انك عاد ما تخدم ديال باش تسخن الدار. كتلقى راسك انك بهاد الحيوطه اللي درتي الدار كتبقى سخونه مزيان. ولهذا أحبابي في الله، ما تنسوش في الأخير أنكم ديروا جيم صح اليوتيوب الفيسبوك يا عفوان، وكذلك سبسكريب لقناة اليوتيوب، ما تنسوش تزوروا المنتدى اللي راحنا حطيناه قدامكم وتغنيوه ببعض المحتويات ديالكم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.